خصنا شخصنا احنا، خصنا البطائح، خصنا الارضيه، الارضيه تاع لا بلاتفورم تاع الناس اللي يمارسوا ويتحكموا في لا مانيبيلاسيون تاع لانفورماتيك. دونك هذا هو البروبليم اللي راه واقع حنا عندنا. عندنا ما عندناش واحد الصوره كاع الشعب الجزائري والفئات تمارس هذا كيقول حنايا اكرو. كي نقولوا اكرو كما نقولوا حنا سي لي ماتر تاع سي بور سا يطيحوا خطر على الاغراء الالكتروني واعر. حنا سوا نطيح الناس في هذه المشاكل. هو الاغراء الالكتروني وجهل استعمال لوتي لانفورماتيك. سي بور سا هذا هو البروبليم. علاش تلقى الناس في التجاره الالكترونيه على المستوى الخارجي؟ تلقى يلعبوا به المستوى هذا الله غالب. وراك اشار عليه السيد وما غالب. لما كيجيك المنتوج وصل لك ما تقدرش تعاين المنتوج، يقول لك يكتب لك لا يفتح، يعني كي تعيط لهم باش تقول لهم اسكو نقدر نشوف السلعه لا هي ماشي هي، يقول لك تلقاه مغلق ما تقدرش يرد عليك. الاتفاقيه ما بين المورد والمستهلك راه فيه جميع البيانات على المنتوج. في حالة ما إذا أنا قلت لك النواظر اللي راكي لابستهم، قلت لك أنا النواظر اللي راكي لابستهم غادي نبعثهم لك، ها كيفاش دايرين؟ ها لا مار، ها واش اسكو فيهم كاع لي كريتير تاع جميع البيانات تاع المنتوج. في حالة ما إذا جيت وقبلت ورسلت لك الحمام لا فوتو وعاينتيها وقبلتيها، لو مومون تاع ريسبسيون كي حليتي لو هاد الاخر لو كري تاعك جبرتيه فيه النقص. الاشاره ماشي هي الاشاره، العلامه التجاريه ماشي هي، فيه خدش، في حال واحد الريباراسيون اللي تبان ترجعها له نورمال. لا احيانا تكون السلعه مثلا ماشي نوعيه تاع الاشعار تاع اللي جوج ماشي. ايه هنا هذه هي، يعني نضرب المثال تاع النواظر، كيسي على القش، كيسي على الكروميناجي، كيسي على حتى على الجوج اللي غادي يعيطوا، افار المحظوره هذو هما. وهنا ما يبغوش يرجعوا لك. تعقيبا على السؤال، عندها الحق باش تدير المعاينه تاع المنتوج ليسرها في حاله ما صح. هذا هو جاوبك عليها بطريقه قال لك زعما لحظه ابرام العقل عند طلب المنتوج، انت من حقك تطلبي من المورد باش نقولوا حنا يحط عند الشرط اللي هو من حقي نطالع على المنتوج ونعاينه وندير ميسي. مثال ان ميسي بورتا يقدر يقول لك هو هذا اي 5 وهو قادر يكون اي 3. كيف فاهمه لي كاركتيريستيك تكنيك اللي تحوسي عليهم انت قادر ما تلاقيش كاركتيريستيك تكنيك تاع اللي بعثهم لك هو كيما هكا. هذا هو. ما كانش خدمة ما بعد البيع ثاني، ما كانش لا ما خدمة ما بعد البيع، يعني مثلا شي أجهزة إلكترونية ما كانش ما بعد الخدمة. قلنا من سيرفيس ابري فونت، يعني الرخصة ما كايناش، ماشي مضمون. سيرفيس ابري فونت وين تحتاجيه وكيلا كانت عندك سلعة من الدار وراه فيها ميم سوديزون ولا لا ديوتي شحال ولا فان حسن خد كارونتي. إلا كانت في هذيك لا بيريود ما خسر لك. هذا ما عندهاش قوة. في حالة ما إذا يعني كلشي، شوف صراحة كلشي مبني على اتفاقية اللي تفاهمتوا فيها نهار الأول السعر مدة الاستلام كيفية الاستلام طبيعة الاستلام وحتى لو مود دو بايمون وحتى سلامة المنتوج. تربي هادو جبري اي حاجه هنايا غير الشيء اللي تفتي عليه، عندك الخيار تاع البطلان وعندك الخيار تاع واش تعطي السلعه. وهذا نحكي لك انا اون وريت كونسوماتور ماشي فورنيسور مع 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 الديتاي ولا مع الكروسيس ولا فاهم. سادة فضلات، سيدات فضلات، سادة أفاضل، وسط الإعلام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نود ونحن نفتتح هذه الندوة التحسيسية حول التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني أن نعرف عن خالصتنا على دعوتنا كمركز وطني سجل تجاري المتمثل في فرعه المحلي في ولاية عين قرشة. مع إبراز دور مهام المركز الوطني للسجل التجاري فيما يخص نشاط التجارة الإلكترونية. وذلك وفقا للقانون رقم 518 المؤلف في 10 يناير 2018.
حيث من الإجراءات المتخذة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري هو استحداث نشاط خاص بالتجارة الإلكترونية الذي يندرج ضمن مدوة النشاط الاقتصادي الخاضعة للقيد في السجل التجاري تحت رمز 607-047. إذ نصت المادة الثامنة من شروط ممارسة التجارة الإلكترونية أنه يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحلفية حسب الحالة. كما نصت المادة التاسعة أنه تنشر بطاقة وطنية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الإلكترونيين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحلفية، حيث لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. كما نصت المادة 25 يجب على كل مورد إلكتروني حفظ تسجيلات المعاملة التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري، إلا أنه ما لاحظناه أنه في ولاية عين تيمون هناك 6 مسجلين يمارسون نشاطات تجارة إلكترونية، 3 منهم قاموا بشرط سجل تجاري و3 الحاليين فاعلين لا يملكون اسم النطاق وبالتالي لا يمكن ممارسة نشاط التجارة. كيفية القيد في السجل التجاري ممارسة نشاط تجارة إلكترونية؟ هناك حالتين، في حتمة إذا كان المورد الإلكتروني الراغب في ممارسة نشاط تجارة إلكترونية يملك سجل تجاري أو بطاقة حلفي مسبقا فإنه يقوم بالتقدم إلى إحدى الفروع المركز الوطني للسجل التجاري التابعة لمحله الأول للنشاط من أجل مأل استمارة إيداع اسم النطاق سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وبعدها يمنح له المركز الوطني للسجل التجاري شهادة إيداع اسم النطاق، وبهذا يكون قد سجل بالبطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين. ثانيا، في حال ما إذا كان المورد الإلكتروني الراغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية لا يملك سجل تجاري أو بطاقة حلفي فإنه يستلزم عليه القيد في السجل التجاري ممارسة نشاط تجارة إلكترونية أو لدى سجل الصناعات التقليدية والحلفية.